اهلا بيكم متابعي يلا كوره في لقاء جديد. بطلنا النهارده وضيفنا هو صغير في السن لكن في عالم السكواش محقق انجازات كبيره. هو افضل لاعب شاب للعام وكمان مصنف رقم 3 والفائز ببطوله الجونه الدوليه للسكواش وكمان الفائز ببطوله العظماء الثمانيه للسنه الثانيه على التوالي. بطلنا النهارده هو نجم النادي الاهلي والمنتخب المصري. اهلا بك يا كابتن مصطفى عسل. اهلا بيك، يا شرف كبير ليا مع يلا كوره النهارده وان شاء الله يكون لقاء حلو. احنا فرحانين بوجودك ومشرفنا دايما وبنبارك لك على انجازاتك الكتير في السن الصغير ده، ووصلت لحد التوب يعني 3. يعني اعتقد اخر حد عمل الانجاز ده كان كابتن رامي عاشور في 2008. لا الحمد لله، والله يعني يمكن الفتره الاخيره دي احسن فترات حياتي. الحمد لله كنت مركز بشكل كبير جدا، الحمد لله جماهير مصر وجماهير النادي الاهلي كلها في ظهري، وشكرا ليكم بجد على الدعم الكبير ده. شرفنا يا كابتن، شرفنا الحقيقه يعني رافع اسم مصر. اولا بنبارك لك طبعا على تقدم مركزك من الرابع للثالث، وطبعا بالفوز يعني السنه الثانيه على التوالي يعني جيم كبير جدا، بطوله كبيره جدا اللي هي التوب 8. قول لنا بقى ايه يعني توب 8 دي، بيختاروها احسن 8 ولا في اختيار تاني؟ لا هي بطوله العظماء دي احنا بنسميها من يعني يمكن اشد من بطوله العالم سنه صغيره هي، بس احلى حاجه فيها ان هي بتبقى 8 توب 8 كله بيلعب مع بعضه. مش احنا دايما في البطولات عندنا بيبقى 64 واحد بيلعب في البطوله، فممكن تلاقي ماتشات سهله شويه في الاول، لكن احنا عندنا التوب 8 ده كله اول ماتش، من اول ماتش الدنيا سخنه جدا. انا يمكن دخلتها السنه اللي فاتت كان تصنيف ال 12، بس هي بتفرق يعني هي بالتصنيف بتاع السنه، يعني بخش ازاي اللي هو احسن 8 محققين نتائج في السنه، مش اللي هو التصنيف مش التصنيف العادي. بتنزله بالظبط، فكنت 12 ساعتها ودخلت بالعافيه، كنت 8 الحمد لله قدرت اكسب بطوله، ودي كانت اول بطوله ليا، وما كنتش انا ما كنتش مصدق نفسي صراحه في البطوله انت دي. انك بالسن الصغير ده كمان انك توصل لل يعني انا كنت بس مجرد ان انا كنت عايز اخش يعني. المجموعات واعمل ماتش حلو وخلاص اللي هو، بس الحمد لله كان دعم كبير جدا يعني من جماهير المصريه وجماهير الاهلاويه، وطبعا مجلس اداره النادي الاهلي كان شرف كبير لي ان اكسب البطوله دي ولسه يعني. كمان كابتن الخطيب مكرمك قريب بعد الفوز والتتويج لا يعني. طبعا يعني انا حتى يمكن دي مش اول مره اتكرم يعني كابتن محمود الخطيب، اسرتنا طبعا اسره النادي الاهلي، يمكن برضو في 2019 لما كسبت اول بطوله عالم، انا ساعتها صراحه كل نجاحات اتحققت لي في حياتي كان من النادي الاهلي، كان الحمد لله بعد ربنا يعني كان في النادي الاهلي. جيت ان رحت النادي الاهلي كنت من يعني من الجزيره للنادي الاهلي. ازاي تحولت من الجزيره ايه الكواليس ان انت من الجزيره للاهلي؟ صراحه يعني عشان اكون صريح، النادي الاهلي نادي بطولات، نادي ناس وانت اكيد اهلاوي طبعا، طبعا فيعني يعني اكيد الناس بتركز على اللعيب وعلى البطل وعلى المكسب، وروح مش موجوده تاني في اي حته تانية يعني. الروح اللي انا شفتها في النادي الاهلي دي انا كلاعب مش كمشجع حاجه تانية خالص، و في اهتمام في شغل على اللاعب في شغل على اللاعب ومش شرط يعني. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان حصل معايا موقف انا وحصل معايا تاني دلوقتي لما كرمت كابتن محمود الخطيب 2019، كنت لسه جايب كاس بطوله عالم، في كاس بطوله عالم للشباب دي حاجه كبيره قوي عندنا، كان يمكن كاس بطوله عالم للشباب قبليه كان ابتدى يروح للميول غير مصري، كان ساعتها لاعب من بيرو اللي هو نمره 4 على العالم اسمه ديجو الياس دلوقتي، ديجو الياس. فكسب بطولتين عالم وبعد كده كسب واحد ماليزي كسب البطوله دي، فكسبت انا ساعتها البطوله دي كنت في النادي الاهلي. فانا بقى فاكر ان يعني خلاص ما انا انجزت فرحه وجبت اخري خلاص جبت يعني. وحاجه كبيره، فرحت كابتن محمود الخطيب يعني وكده، وكنا في التكريم فقال لي ساعتها يعني خلاص احنا يعني 3 ايام دول خدناهم خلاص، فرحت بالبطوله وعملت كل حاجه، بس النادي الاهلي لو مش رقم واحد ما يعني ما يبقاش نمره واحد يعني، انت ما يبقاش النادي خلاص الاهلي يعني يعني. ارمي ورا ظهرك الانجاز اللي انت بالظبط انجزته، عندنا انجاز جديد نعمله بالظبط، اللي يعني. هو من ساعه لما انا خدت الكلمه كانت صدمه كبيره جدا، وكان لسه عندي سنه كمان في بطوله العالم، فكنت مرعوب بقى اللي هو يعني بالنسبه مسؤولية له عليك بقى خلاص، انت مسؤولية دلوقتي بالظبط. يعني وصلت لحاجة معينة يعني. فاللي هو كنت داخل بطولة يعني بطولة اللي هي بطولة العالم اللي بعديها مرعوب جدا، واللي هو انا لو وصلت فاينل بس اللي هو مش حاجة ما برضه، كنتش يعني لا لازم فبالظبط اوصل واكسب كمان يعني زي بالظبط، ما فدي اللي كسبت حصل يعني. معايا برضه. وانا بقى يعني عكس من الجونيورز والمحترفين الرجال يعني، حصلت معايا من 3 4 ايام لما جيت اتكرمت تاني، فكرمت ومجلس اداره كانوا موجودين كلهم، وعلى راسهم برضو كابتن خالد مرتجي هو اللي كان جايبني النادي ساعتها. فبس كان ساعتها كابتن محمود خطيب يكرمني،
وبعديها قال لي يعني احنا عايزينك نمره واحد، واحنا ما بنوقفش على كده، واحنا كل الثقه والدعم بنديهولك يعني، واحنا يعني اللي واصلين هو ايه، خلي بالك انت خلاص وصلت لكل ده، بس لا برضو لسه بالظبط عايزين تاني يعني. بالظبط. وقال لي اول يعني اول لما تخرج من باب القاعه دي خلاص انت البطوله دي اتنست، اشتغل على الجديد بقى. واحنا عايزين الجاي، وان شاء الله تبقى نمره واحد وتجيلي تاني وانت نمره واحد ان شاء الله. ان شاء الله دايما يا كابتن، بنتمنى لك دايما الفوز لانك تستاهل الحقيقة، يعني شغلك واضح ومجهودك واضح. كابتن تعال نبدأ المشوار من اوله. انت كنت لاعب كرة انا قدم، خلاص ايه بقى اللي حصل علشان تتغير وتبقى لاعب سكواش؟ لا والله يعني كان عندي 9 سنين وبلعب كورة من وانا عندي 5 سنين كده. كان عمي ساعتها كان في منتخب مصر وكان بيدرب، كان ماسك اكاديميات وكده في سكواش، فبس كنت اجازة الصيف فروحت معاه شفت اللعبة يعني في الاول وعجبتني يعني، بس طبعا كان سني متأخر شوية اللي هو كان عندي 9 سنين. احنا عندنا في السكواش بنبدأ من احنا عندنا 6 7 سنين فانت يعتبر داخل على سن يعني. بالظبط. فالمرحله تحت 11 دي لما دخلت بقى اللعبه وكده يعني، انا يمكن كنت بسيب السكواش واروح الكوره يعني، حتى لو كان عندي من تمارين كتر سكواش حبك كنت للكورة يعني. بالظبط يعني. بعد كده كملت في السكواش وتحت 11 ما كانش في يعني كوتش في الرانك اصلا، مش موجود على مستوى انت عشان الجمهوريه. ابتديت متأخر قوي فما لحقتش بالظبط بالظبط يعني توصل تحت لأي حاجة. 13 ممكن، وانا عندي 12 سنه ابتديت اللي هو ها يعني ابتديت يعني احقق كاس مركز تاني مثلا منطقه كده، لغايه لما الدنيا جت معايا يعني الحمد لله. يعني لا يعني نقدر نقول ان التأخير في دخولك السكواش هو برضو اثر عليك شوية، ان انت مش من البداية دخلت يعني بالظبط بطولات بالظبط. ورانكينج يعني. يعني هي كانت كله كوره بقى ساعتها، وكنت يعني اللي هو مش كنتش عايز اسيب الكوره واروح ما سكواش، كنت عايز اسالك ازاي اقتنعت بسهوله كده. بص ما يعني انت اقتنعتش. طبعا مش كده، لا ما اقتنعتش. اصل انت يعني مشجع كوره رهيب وبتعشق الكوره، وفي السكواش في الملعب بتلعب كوره يعني عادي بالظبط. جدا. ازاي بقى التحول ده حصل؟ ازاي تتنازل عن كره قدم اللي انت بتعشقها وتبقى في السكواش؟ والله يعني هو موقف يعني صعب شوية اللي هو كنت اهلك في ضغطوا عليك ولا ايه؟ يعني كنت في النادي، كنت في النادي و ساعتها كنت يوم بلعب، انا فاكر كان عندنا ماتش احنا كنادي الجزيرة كنا بنلعب مع وادي دجلة، فيمكن انا ساعتها كنت لازم العب تمرين سكواش، فبابايا قال لي انت لازم تحضر تمرين سكواش بعد كده تروح الكورة، فكان الباص بقى ساعتها بتاع النادي هيمشي ورايح على دجلة، فانا قعدت اتحايل على المدرب ساعتها في سكواش قلت له انا عايز العب بدري عشان انا ورايا عشان ماتش، انا الحق مش فاضي. بالظبط عايز الحق يعني، فهو كان فاضي يعني بس قال لي لا، هو تقريبا مش عارف بقى قال لي لا مش واضح هلعب انها مخطط مش ده، على هلعب فكرة كان دلوقتي مش هلعب مخطط. دلوقتي. فبس ساعتها رحت وما سمعتش كلام بابايا ساعتها ورحت، ده انت رحت الماتش رحت يعني. الماتش رحت الماتش الكوره، وساعتها تقريبا كان اخر لعبه ليا يعني في يا الكوره. نهار ابيض، انت كده فبس قضيت على نفسك يعني. فرجعت يعني رجعت مثلا ساعتها رجعت النادي مثلا على الساعه 2 بالليل او 1 بالليل حاجه زي كده، ومحدش عارف انا فين يعني، وكان ساعتها عندي مثلا 9 سنين ولا حاجه زي كده، ده انت يعني فكانت صغير. كارثه، كانت اكيد كارثه يعني بالنسبه لي. عملت عملة يعني من الاخر، خلينا نقول فساعتها بقى عملت عملة. بالظبط ساعتها كان هيرجعني تاني، بس طبعا بعد شويه. بعد كده كنت اتعلقت بقى بالسكوش ساعتها، وبعديها لما رجعت الكوره تاني بعد شويه بس ما كنتش بلعب قوي، وكان في نفس الوقت انا كنت خلاص عايزه اتجه ان انا اروح نادي تاني غير الجزيره وفي الكوره، وبعد كده يعني شويه مشاكل كده بعد كده رحت رايح بقى على السكواش. يعني انت يعني في الاول نقدر نقول في الاول الاهل هم اللي وجهوك للسكواش بالظبط. وانت حبيتها بقى بعد كده خلاص بعد كده طبعا ولقيت نفسك موهوب فيها، طبعا ده بالظبط. اللي شجعك اكتر يعني. يعني مش موهوب في الاول صح، مش موهوب خالص الصراحه، بس يعني كنت بخش على الكوره كاني داخل بلعب كوره بجد اللي هو يعني بخش على الكوره كده. بجد. فتعلمت كتير طبعا، اهلي فضلوا ورايا جامد قوي عقبال لما لعبت اللعبه دي يعني، كله نادي الجزيره بيقول عليا ان انا مش يا جماعه ما تتعبوش نفسكم يعني. يعني مدربين كانوا رايهم بالظبط بصراحة كده. يعني ان هو ما بلاش يكمل، خليه في الكورة يعني. بالظبط كده. طب يعني ده اصرار بقى من الاهل طبعا وصبر طبعا. لا هم يعني في الاول ما كانوش فاكرين اللعبه كده، بس بعديها يعني لما لقوا الناس فعلا بتقول لهم لا يا جماعه وفروا مجهودكم يعني خليه يلعبها كده، او خليه ابتدوا بقى اللي هو لا هنخليه وهنخليه طب يعني ان وعمك شاء كان الله ليه دور وكده. في الموضوع ده بانه طبعا عمي مدرب؟ علمني كل حاجه ساعتها يعني، انا ساعتها اصلا بقى السكواش كان لازم ستايل وماسكه مضرب واعمل ازاي، وطبعا غير ان انا كل حاجه بخش فيها كستايل كوره، فكان في الاول انا كنتش بتمرن خالص يعني، كنت بخش مع الملعب هو كلها عباره عن حركات واللي هو امسك المضرب ازاي اقف ازاي اطعن ازاي، فهي الصراحه كانت ممله في الاول يعني، بس بعديها يعني لما ابتديت العب هي كده. خلاص حبيتها. بالظبط وكمان ان كده. هما يغيروا لك من الكوره للسكواش، انك تغير الستايل بتاعك زي ما انت بتقول، برضو اعتقد دي اخدت وقت وصعبه اخذ شويه وقت كبير طبعا. جدا، بس هما يعني
يعني لغايه دلوقتي لما اجي مثلا العب كوره او اي حاجه، طبعا عشان الكوره غير السكواش او كده، بس انا يعني مشجع كوره درجه انت اولى يعني. يعني انت من مش حبك لكوره بقيت محترف بلاي ستيشن يعني. بالظبط كده. فيعني حاولت تلاقي ايه مخرج كده وابقى محترف في الكوره بشكل لا تاني يعني يعني. يمكن بلعب بلاي ستيشن بروفيشنال قوي يعني، ممكن بلعب برضو اونلاين وحاجات كده، ف يمكن دي برضو بتاخد وقت كبير قوي من لسه هقول لك بتعمل ايه بقى مع تجهيز البطولات؟ بيطلب منك اكيد تقلل الوقت او ممكن وقت ما تلعبش اصلا بلاي ستيشن. دايما في خناقات اللي هو انا اخدها ولا لا مع البطولات، فدي انا بالنسبه لي اصلا لازم اخدها مع البطولات انت لكن هو مش انا، المفروض. هو مش المفروض اعمل يعني، ما حدش بيعمل كده. بس بس شرط بقى، ما انا كنت بلعب كوره يا جماعه. بالظبط، اللي هو انا كنت عايز العب يعني، انا بحب اللعبه جدا وما بلعبهاش كنوع برضو اللي هو يعني كترفيه او كده، لا بلعبها بجد، اللي هو ممكن انا ابقى يعني اللي هو جيمر واستريم على اليوتيوب وكده، بس لا طبعا انا حياتي كلها كوره، وحياتي كلها برضو يعني نادي الاهلي، وكان انت عندي خرجت فاينل. من البطولة بالظبط، خرجت من بالظبط. البطولة بتسأل على ان لا الاهلي عمل ايه مع لا انا كان الولاد عندي يعني. فاينل بطولة كان عندي فاينل بطولة الجونة، كان وساعتها في نفس وقت الوداد اللي هو نهائي بالظبط دوري ابطال افريقيا. بالظبط، وساعتها يعني انا كنت رايح المغرب اصلا يعني، انا كنت انت لو ما لو كانش ما كنتش عندك عندي بطولة بطولة كنت رايح كنت المغرب. هتروح. انت من بالظبط. النوع اللي بتروح ورا الاهلي في اي بقى في مكان. اي حتة. لا انا كده كده يعني كلنا من واحنا صغيرين كده، وخالي برضو يعني عودني انا اروح الاستاد وكده ايام بجد. ده من كابتن قبل ما محمد. تبقى لاعب محترف اصلا، انتوا كده يعني دي لا حاجه من قبل عندكم في انا يعني. العيله يعني. لا ده يعني الاهلي حياة يعني. الاهلي ده احنا وراه بالظبط كده. في كل حته. فانت انا يعني انا شفت لك اللقاء ان انت اول حاجه سالت عليها هو الاهلي كام. كنت بلعب واحد اسمه جول ميكن، ماتش جامد قوي، و2-0 ليا، 2-1 2-1، وبعديها انا بساله حد جنبي كده، قلت له الاهلي كام كام، عشان عارف ان هو متابع واهلاوي وكده، فقلت له الاهلي كام كام، فقال لي لا 0-0 لسه، وشه ما كانش عاجبني اللي هو حاسس ان في حاجة يعني حاسس ان في حاجه مخبي كده. يعني. بالظبط. فانا لما رحت بقى خدت الصدمه على الهوا يعني، انا خدتها على الهوا على طول بقى، والراجل قال لي كام كذا، فانا كنت فاكر ان لسه يعني انا عايز. ما تخيلتش. بالظبط. بس ما حدش كان يتخيل طبعا ان السيناريو هيمشي بالشكل ده يعني. فانت اكيد برضو اتصدمت صدمة لا طبعا يعني يعني. كل حاجه ما كانتش جاهزه ساعتها للنادي الاهلي يعني، النادي الاهلي عودنا على البطولات، بالظبط. ويعني انت تلعب برضو بطوله في ملعب الخصم كانت حاجه صعبه جدا، ويعني انا ساعتها اللعيبه دايما عودتنا ان هي هترجع تاني، وده جمهور دايما في ظهر النادي، وان شاء الله يعني الاهلي افريقيا لسه جاي كتير ان وعندنا شاء منها الله. كتير مين يعني. قريب من لعيبه الاهلي ليك يعني؟ في حد حاليا من اللعيبه اللي موجوده دلوقتي انتوا قريبين بتتكلموا وبتلعبوا مع بعض كوره؟ يعني الانستجرام شوية بنتكلم مروان محسن ومؤمن وعمار حمدي، ف احتفالاتك اصلا احتفالات مؤمن لا يعني. طبعا يعني كان سببت لي كتير من المشاكل انا عارف في الفترات الاخيره كسكواش يعني، يعني سكواش العالمي يعني، مش في مصر او في الشرق الاوسط، بس يعني دايما قلت انا هفضل اشجعه، ان هم افتكروا ان هي يعني استهزاء للخصم الحركه دي، ما كانوش فاهمين اللي ورا فبالظبط. وكان الاحتفال. يعني كانوا بيجازوني فيها اللي هو الاتحاد الدولي يعني، فالموضوع قلب في حته تانيه خالص، وبعد كده شرحت الموقف. هل دي ليها علاقة بال ده هما بيقولوا يعني انت بتعمل كده وطلع لسانك ده استهزاء يعني، ف بس هل ليها علاقة بالعقوبة التأديبية ولا مش هي دي ال... هو بقى يعني بيميكسوا حاجات مع بعض يعني، هما اوكي خدوا دي على دي على دي على حاجات كتير كده. فهموا يعني في الاخر بالظبط. انت مش قصدك يعني ولا لا انت هما فهموا طبعا، فالناس كلها فهمت اوكي. الموقف دي يعني حاجه، وانا قلت برضو حتى لو هيحصل اي حاجه ده مؤمن فرحنا في كمصريين كلنا، كاهلي كزمالك يعني. والكل بيتمنى له الشفاء والكل بيحبه لا طبعا والكل يعني يعني على طول بندعمه، وان شاء الله انا على طول هفضل احتفل احتفالات ان شاء الله لغايه لما ينورنا في الملعب ان تاني شاء ان شاء الله يا الله رب ان ويفرحنا شاء تاني. الله. مين من مدربين الاهلي الاقرب ليك او حاسس ان هو ده اكتر حد انجز مع الاهلي؟ يعني هو مانويل جوزيه طبعا كنت لسه يعني، هقول لك يعني اكيد مفيش اهلاوي مش لا هيقول كده يعني يعني. يعني يعني كنت لسه هقول انا يعني مانويل جوزيه طبعا يعني صعب مفيش تاريخ حد كبير، اهلاوي ما بيحبوش. لا تاريخ كبير قوي، وكان دايما عندنا يعني احنا كاهلاويه دايما اللي هو مانويل جوزيه راجع دايما لما مدرب يمشي، اللي هو في حته كده اللي هو امل ان احتمال هو يرجع، يرجع. اللي هو احتمال يبقى فيه رجعه، ان الايام دي برضو كانت ايام حلوه قوي. في مشهد يعني مفيش حد شافه الا لو تأثر، وفي اللي دمع وفي اللي ضحك وفي اللي ابتسم وفي يعني مشاعر متضاربة. دخول والدتك المفاجئ والاحتفال الخاص اللي احتفلته بيه معاك. انا عايزة بقى شرح كده للحظات دي لان كل واحد فينا يعني عنده هو شرحه الخاص بتاعه. بس قول لنا اللحظات دي عدت عليك ازاي يعني. يعني خلصت واحتفلت مع جمهور ساعتها، بس انا ما كنتش اتوقع خالص ان دي مامتي يعني، انا
مامتي دايما هي يعني مش قريبه قوي من الاسكواش، يعني دايما بابايا هو اللي معايا دايما في الاسكواش، يعني اللي هو لا هو متولي الاسكواش ده. فمامتي اللي هو دايما بعد الماتشات اللي هو يعني الرياكشن بتاعها بتعيط كل حاجه، بس اللي هو عمرها ما دخلت لي الملعب. فانا مش مصدق ساعتها، انا كنت بسجد في الارض وكنت بعيط. فبعديها ما يعني مصدقتش خالص ان دي مامتي، فاتخضيت حتى وشي كان باين ان هو مخضوض خالص. حتى في الفيديو هي كانت خلاص ان انا هروح له، انا هروح له. فساعتها بابايا حتى حب ان هو يشدها كده، اللي هو انت رايحه هو فين يعني. بالظبط يعني. بالظبط. لا هي كانت داخله الملعب، وانا اتفاجئت كمان ان هي كانت لابسه كعب كنت لسه هقول لك طويل ده كمان، جدا. ده هم حتى المعلقين علقوا يعني ان الهاي بالظبط هيلز دي بالظبط. لا هتأثر على وعدت الملعب. عدت كده الستيب كده كبيره، انا ما بعداش يعني. انا لما جيت سلمت على الوزير اه يعني خدت بالي فيها وانا يا خبر. بعدي. ف اه يعني اه فهي عدت وجريت كمان، يعني اللي هو بتجري. فانا كنت خايف كمان بعد ما اللي حصل ايوه ده اللي هو في ايه يعني. لا ايوه بس يعني كانت لا، وهي بتخبط عليك مرتين كده اللي هو حاسه ان هي بتقول لك قوم بقى قوم بقى لا عشان لا كانت نحتفل لحظه، يعني. كانت لحظه صعبه قوي الصراحه من يعني بالنسبه لي. وكانت هو اساسا كان ممنوع اصلا ان هو ان هي تخش الملعب، يعني هي اه ممنوع تخش الملعب. و المفروض في اصلا جزم معينه للسكواش لا جزء وال لا ممنوع، هي ممنوع اصلا تخش اه الملعب. ده كمان ده يعني ده المفروض ما فيش. يعني كجمهور او ككده ما بالظبط ينفعش انا حد اللي يدخل. اطلع يعني. حتى نور الشربيني اه يمكن طلعت لباباها بعد الماتش، دي اول مره يعني تحصل في الـ في في, في السكواش. بس كانت لحظه جميله جدا يعني، ما وتبين قد ايه يعني يعني الحب دايما والتعب كمان اعتقد وتعب. مشوار طويل يعني، هي برضو في بالها والشريط كله عدى من بالظبط. وانت صغير يعني. برضو كنت عايز اسالك السؤال ده، من وانت صغير يعني انت بتقول دخلت 9 سنين ونص تقريبا وابتديت يعني بطولات وابتديت تدريب واكيد عندك نظام غذائي، ازاي كطفل برضو انت كنت لسه برضو ما دخلتش سن المراهقة، ازاي تقدر ان انت تعمل كل ده يعني تمارين ونظام غذائي في عز ما اصحابك مثلا بيسافروا بيلعبوا بيتقابلوا بيخرجوا بياكلوا جانك فود وكده، بالظبط. ايه بقى كان عدى عليك احاسيس صعبة في لا الوقت طبعا ده؟ عدى عليا حاجات كتير جدا. انا يعني بص، اي حد عايز يكون بطل لازم يتحرم من حاجات كتير قوي، و يعني ده يعني ضريبة النجاح يعني. الشهرة او اي حاجة اعتقد هتتعب، هتلاقي ده طبعا. النظام الغذائي مامتي طبعا متولية الموضوع ده، ماشيين يعني بالجرام والميزان يعني. انا دلوقتي يمكن عشان اوف سيزون شويه، فممكن اللي هو عادي شوية شويه. تبقى بس برضو لسه انا مهسس الموضوع بس وعمال قصدي أحسن من البطولات يعني، عندك شوية ممكن تلخبط في اسبوع يوم بس أو يعني، هو اسبوع في السنه كلها يعني. إيه ده هو أسبوع بس؟ لا وانا كمان اللي هو يعني ممكن افضل طول اليوم. طب خلاص يا جماعه الاسبوع ده ماشي انا هاكل، بس انا هاكل وجبه واحده في اليوم مثلا. بس انا مش كده. عايز اتخن، انا اللي هو لا مش عايز، انا خلاص. أنت نفسك خايف يعني، مش حد فارض عليك لا كده، لا مش أنت خايف يعني. نفسك. انا الدكتور قال لي مصطفى انت براحتك بقى، ما هو بالظبط. عيش يو ايامك. الدكتور بتاعي في انجلترا يعني بتاع النيوتريشن وكده، فقال لي انت عندك 4 5 ايام براحتك. بالظبط انجوي. بالظبط. قال لي انت لسه خالص بتقطع. ايوه انا خايف يعني، انا مش عايز تقف على الميزان تلاقي نفسك خايف. زدت. لا ما بخاف يعني، انا بالنسبه لي اكتر حاجه بتخوفني في حياتي هي الميزان يعني. اللي مش هو داخل على عايز الميزان الاقي ده نفسي زياده اصعب من اي ماتش، اصعب من اي حاجه. ومفيش اي حاجه بتغريك يعني، دايما الواحد لما بيبقى عنده بيعمل دايت الوجبه الفري بتاعته يقعد بقى يقول هاكل بيتزا وهاكل ما اعرفش ايه، انت ما انا بيجيلكش عندي انا الخاطر ده؟ عندي عندي فري ميل في الاسبوع يعني، ليا دي فري ميل في الاسبوع طبعا، بستناها من اسبوع بس لاسبوع. ده اكيد بتنظمها بالظبط يعني. بالظبط. بس اللي هو في الاخر برضو يعني مش بتدوس قوي يعني، خلينا لا نقول يعني خفيف صح خفيف يعني. يعني. يعني ممكن يعني، بس اللي هو برضو بعك الدنيا يعني ساعات. بس طبعا كل ده بحرقه تاني، اللي هو انا هجيبه تاني. اللي هو مثلا بدل ما اعمل يعني مثلا زي مثلا عكيت في الفري ميل بتاعت الاسبوع ده مثلا، باجي الاسبوع اللي بعديه بزود الشغل يعني مرتين. يعني بدل ما اعمل حاجه واحده بعمل حاجتين، اللي هو بدل عجله 40 دقيقه بعمل ساعه ونص، بدل يعني من حقك يعني، حقك الفري ميل بس انت الحق. برضو لا بتزود. بزودها بقى. هو بيقول لي مثلا فري ميل حاجه كده اللي هو على قد وخلاص يعني. انا ماشي اوكي، انت سنه يعني بتبالانس سنه. الموضوع يعني، بالظبط. بس طبعا يعني الحياه مهسهسه في موضوع بس التغذيه ده يعني. برافو ان انت نفسك اللي مركز مع نفسك يعني، لان انت لا رقيب نفسك اصلك يعني. الموضوع يعني موضوع صعب، موضوع لا طبعا عايز حاجات كتير قوي يعني. احنا كسكوش وكده كأي رياضة في العالم، عايز تغذية، عايز من 2 ل 3 مدربين سكوش، عايز من الدكتور يعني، عايز فيزيو معايا، عايز حاجات كتير، عايز ايه ده منتال يعني كوتش. السكواش مش بس بتنزل الملعب تتمرن؟ لا 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 قول السكو... لنا بقى عشان الناس فاكره كده، الناس فاكره سكواش انزل اتمرن وخلاص كده. لا السكوش محتاجة من 2 ل 3 مدربين، مدربين بيمرروا كل يوم. و انت سكواش بتنزل تتمرن يعني سكواش في اليوم، تمرن
ثلاث ساعات في اليوم مثلا، وغير الفتنس، غير بتقسمهم بقى على فترات الصبح وبالليل، غير يعني غير حاجات كتير قوي، غير التمارين بتاعت الجيم، غير يعني الفوت مين ورك اللي يعني. بيحط لك الـ يعني السكادجول الرياضي او التمارين او والله الفتنس؟ يعني انا عندي الدكتور بتاع التغذية بتاعي في انجلترا، الفتنس بتاعي من ايرلندا، بيحط لي البروجرام بتاع السكواش والفتنس، اوكي. ان انا ايه اللي انا اظبطه طول الاسبوع. وبقى هنا مدربيني بقى هنا في النادي الاهلي بقى هما اللي بيعملوا بقى الاعداد اللي هو بتاع السكواش. بس مش مدرب واحد، تقول كذا مدرب لا كذا سكواش. مدرب، انا ثلاث مدربين، انا هو عندي ثلاث لازم كده، مدربين. لازم كذا مدرب مش مدرب كذا مدرب، واحد. وعندي طبعا فيزيو هنا، يعني فيزيو هنا في مصر، وفيزيو بقى في كل، يعني احنا لازم عندنا في كل دولة عندنا فيزيو، يعني اوكي. عندنا فيزيو علاج طبيعي. انا هنا يمكن شغال معايا دكتور خالد شناوي، شغال معايا يعني تعبين يعني جامد قوي في المجال طبعا بتاع السكواش. السكواش دايما الريكفري اهم حاجة، ان احنا عندنا 14 بطولة على مدار السنة، فاللي هو واحد كسب البطولة دي طب هتعمل ايه البطولة اللي بعديها؟ مش هتقدر يعني، لازم والوقت على طول قصير قوي بالظبط. ولا الوقت قصير جدا، واحنا ما بين البطولة وبطولة ممكن 3 ايام ونسافر، 3 ايام ونروح على مثلا موريشيوس، نروح على امريكا كان نرجع، وطبعا جيت لاج وحاجات. فلا السكواش لعبة يعني، متعبة يعني، عكس ما الناس فاكرة. الناس فاكرة سكواش عشان حاجة فردية لا فالموضوع سكواش تاني سهل اصعب، يعني. سكواش اصلا ك يعني معدل بدني او كده، هي مصنفة كتاني اصعب لعبة في العالم، غير بقى كل اللي حواليها ده. يعني احنا على طول بنسافر، لا انت مثلا تعمل السكادجول بتاعك من يعني ممكن 4 5 شهور مثلا، عارفه هتعملي ايه لمده 4 5 شهور، يعني من هنا لهنا هتسافري مثلا، هتقعدي هنا يومين، بعد كده هتروح على وقتك محسوب بالظبط. بالثانية يعني، محسوب، مش البطولات محسوبه، يعني البطولات فعلا محسوبه. انت تروح هنا ممكن مثلا بطولات امريكا مثلا، انا بالنسبه لي انا اللعيبه التانيه مثلا بتروح قبل البطوله ب4 ايام، انا ما اقدرش، انا لازم اروح قبلها باسبوعين عشان الجيت اتعود لاج بقى على جيت لاج والوقت، والتسع فرقة ساعات وقت كمان. السبع 8 ساعات فرق، وفي يعني اوقات 9 و10، فلازم اتعود، لو ما عملتش كده ما اعرفش العب تأثر عليك بقى انت بالظبط في الأداء بتاعك بالظبط. يعني، يعني يمكن بطوله تكون كلها اسبوع واحد وانا اروح اقعد 3 اسابيع عشان بس انت نفسين عشان اعرف. يعني، انت جسمانيا ونفسيا برضو تتأهل بالظبط بالظبط. يعني احنا بنقعد يعني ما يعني الحمد لله انا قاعد في البيت دلوقتي، بس يعني اللي هو فعلا لما اكون قاعد في البيت وفي مصر دي بالنسبه لي يعني احلى حاجة احلى طبعا. حاجه انت في قاعد العالم. يعني مستقر انا كده دايما بالظبط اللي هو ومفيش انا سفر. اللي انا رايح، بس انا هموت وارجع اللي هو بس خلاص مش قادر يعني، عايز بالظبط كده. يعني ارجع مصر. طب انت دلوقتي اقرب ارتباط ليك في البطولات امتى؟ ميعاده امتى؟ 1/9 ان شاء الله بطوله قطر يعني نقدر الدوليه، نقول قدامك شهرين قدام تقريبا شهرين. فري. الشهرين دول بقى ايه بتعمل فيهم ايه؟ والله يعني احنا عندنا دلوقتي يعني دلوقتي اول اسبوع كده بيبقى هادي شويه، هما قالوا لي ما العبش خالص، بس انا الصراحه اللي هو الشهرين ما تلعبش لا خالص ولا الاسبوع يعني الاسبوع؟ لا اسبوع واحد، انا اسبوع ما ليا تلعبش، 14 يوم راحه، 14 يوم. بس بدايه من الاسبوع التاني ابتدي اتحرك شويه، ابتدي اعمل حاجه، ابتدي العب اي لعبه يعني. يعني طبعا انا بلعب كوره في وسط كنت لسه هقول لك يعني يعني، ما مش يعني هسألك هتلعب لعبة كده ايه كده. اكيد لا يعني. بس انا تاني يوم كنت بلعب كوره على طول، يعني عادي انا تاني يعني، يوم كنت قالوا نازل لك العب رايح كوره. اسبوع حتى ما فيش لا برضو. ما فيش، ما بالنسبه لي ما يعني اقدرش كمان اسيب نفسي ما العبش واكل، دي برضو حاجه اوكي. تانية. وكده كده طبعا استفيد بقى بالفرصه ان انا عندي وقت العب فيه كوره يعني. فانت بتعوض بقى بالظبط كده. اللي فاتك، وبعدين بقى بقية الوقت بتتدرب فيه، مش ان انت تبقى ببتدي بقى ارجع تدريجيا، يعني مثلا الحاجات اللي انا كنت بعملها مثلا في الاخر خالص، مثلا بلعب 3 تمارين مثلا في اليوم، لا ابتدي يعني ابتدي بقى بتمرينه، بقى كده تمرينتين، بقى كده استعد بقى البطولات الجايه يعني. بس شهرين مدة طويلة. ما فكرتش تسافر؟ احنا في المصيف دلوقتي، ما فكرتش لا لا تروح؟ هسافر، ما هسافر، بس انا يعني مثلا للاسف يعني مثلا انا بفكر دلوقتي انا اسافر، هسافر مثلا من بدايه من يوم الاثنين مثلا، وتبقى معدود قوي اللي هو برضو عشان انا ناقصتي خلاص، يعني انا بتكلم ال 14 يوم دول فات منهم 5 6 ايام، خلاص ده انت الدنيا يا دوب. بتخلص. الدنيا بتخلص، ايه ده انت فهي كل حاجة ايه ايه ده بسرعة على طول بسرعة. بتعدي كده، هي على طول يعني ما بتعدي احس نلحقش بيها. يعني. بالظبط انت كده. اكيد يعني. طب عايز اسالك حاجة، بتحضر ازاي للبطولات يعني؟ قبل كل بطولة ايه تحضيرك للبطولة وطقوسك قبل كل ماتش؟ والله يعني على طول انا احب اصحابي يكونوا معايا، يعني هم على طول معايا في في البطولات بيسافروا معاك؟ يعني، لا هم مش بطولات بقى اللي بره مصر، بس اللي جوه مصر اللي هو اخر فتره دي انا ما اعرفش، او مثلا يعني ما اعرفش اللي هو ايه، ما اقعدش مركز في الماتش، انا ما بحبش انا اركز في الماتش، اللي هو محتاج حد معاكي محتاج حد يعني معايا اللي يشيل هو الاتنشن بالظبط. شوية. لا وكمان ممكن مختلف عن اللعيبه اللي هو احب اهزر اضحك، اللي هو خلاص حتى قبل الماتش بنص ساعه مش مشكله مفيش حاجه،
وبرضه معايا البلاي ستيشن، معايا حاجتي اللي هو ممكن بلاي يعني ستيشن. يعني لا ما بحبش اخش في مود الماتش قوي والتنشانه قوي دي، بس خلاص طالما انا دخلت الملعب دخلت خلاص اتقفل على باب الاساس ده خلاص انا تمام يعني بتفصل بقى، بس تمام خلاص خلاص، انا خلاص دلوقتي مركز في الماتش بتاعي وان انا بالظبط عايز اكسب يعني. بالظبط كده. مقابلتك لا انت ما لسه ما قلتليش الطقوس الاول قبل كل ماتش، هل في حاجه بتعملها تتفائل بيها؟ يعني ولا في حاجه لازم يعني، ساعات الواحد كده يبقى عنده الروتين المكرر لازم يعمله قبل مثلا ماتش، قبل حاجه، ولا ما فيش حاجه معينه؟ ما فيش حاجة معينة إلا اللي هو حاجات طبعا بتبقى يعني اللي هو جنان برضو اللي هو إيه، أنا عملت مثلا خلاص مشينا وقلنا مثلا مشينا أنا وأصحابي مثلا رايحين على الماتش مثلا إن شاء الله راجعين مثلا اللي هو هتخلص النهاردة مثلا 2-0 مثلا اوكي خلاص، اللي هو في حاجات اللي هو بننساها تتفائل كده بيها كده، تتفائل بيها بس يعني مش حاجات يعني مش هي دي واقعية اللي انت يعني بتقول عليها طبعا، يعني انت بالظبط كده. الشغل الكبير حصل لا والتمرين والاكل وكده. عايز اسالك حاجه، انت دلوقتي بتلاعب يعني مصريين واجانب، مين اللي اسهل لك لما بتقابله؟ هل زمايلك في المنتخب ولا اجانب؟ والله يعني لا بالنسبة لي زمايلي في المنتخب لا صعبة يعني صعبة شوية، عشان تبقى مش عايز تكسبهم، ها يعني. بتبقى موضوع صعب يعني. احنا عندنا برضو مصريين الفترة الأخيرة كنا أغلب الناس اللي موجودة يعني طبعا، بس الموضوع بيبقى صعب جدا كمصري يلعب مع مصري. أنا دايما لما بلاقي السكة اللي هو بيبقى أجانب ببقى اللي هو تبقى مستريح ببقى نفسيا مستريح اكتر أكتر. يعني في البطولتين السيمي فاينل، بالظبط فاكيد بالنسبه صعبة لك ما جدا إنك كانتش علي سهله فرج يعني، يعني مصنف من اول اساطير كمان يعني. بتوع مصر، فاساطير اللعبه فببص ليها ممكن هو ما يبصش ليها الشكل ده، ان احنا لو خلصنا فيه يعني البطولتين اللي فات دول دايما كنا بنلعب اللي هو اللي هيلعب معانا اجنبي ففي مصر، فالموضوع احنا لو هلكنا نفسنا احنا جوه الملعب بس طبعا ممكن هو ما يفكرش فيها بالشكل ده، بس اللي هو طب الماتش الجاي ايه؟ الماتش الجاي مشكله احنا مش عايزين حد يكسبنا على ارضنا، ايوه يمكن الفتره الاخيره بول كول كان مسيطر اللي هو مصنف فكان تاني مصنف عالمي. تاني كان مسيطر الحمد لله، الا في اخر السيزون بس الحمد لله علي بس انت في كمان فرق في عنه. البطولتين انت الحمد عديته لله، بس يعني في في بقى الفاينل، الفتره كده كان ابتدى هو في اللي مسيطر 3 4 يعني. شهور كان 4 شهور كان نمره واحد على العالم، كان وكان ساعتها علي نزل نمره 2 فالموضوع ابتدى اللي هو فهو في ايه يا جماعه يعني، فالحمد لله بس قدرنا ان احنا يعني الحمد لله انت الحمد لله يعني بركه في علي عديته في بقى. انت كمان عديته في البطولتين يعني في الفاينل، الحمد فالحمد لله لله الحمد لله يعني. الحمد لله. طيب يعني حتة الرانكينج، هل انت مركز فيها قوي ان انا عايزة ابقى تالت تاني اول، ولا سايبها بالصدفة كده؟ والله يعني الموضوع قرب خلاص خالص، الموضوع هو علي فرج وبول كول هي بتبقى نقط يعني، فالنقط دي الحمد لله خلاص يعني ابتدت اللي هي الموضوع بقى في بطولة في بطولتين ممكن اللي هو يبقى نمرة واحد، بس طب ما بركزش فيها اللي هو عشان ما ياخدش من لا تفكيرك، صح؟ خالص ما بركزش في التصنيف خالص يعني، انا عارف ان ان شاء الله هي جاية جاية، بس اللي هو عايزة مجهود وعايزة يعني دايما كده الحمد لله من ساعة كنت بتفائل كده من ساعة لما لعبت في ما دخلت المحترفين رجال يعني، وانا الحمد لله عمري ما نزلت الدرجة، الحمد لله. فاللي هو بحب دايما ان بتفائل بيها ويعني حتى البي اس اي لما دخلت يعني اقرا وكده حاطينك ان انت يعني ان انت الرانكينج بتاعك طلع من الرابع للثالث، وابتدوا يشرحوا انت عملت ايه في البطولتين الاخيره، فيعني شيء بجد لا مبهر جدا يعني. الحمد لله والله هي ويعني دايما اهم النتائج وبعد كده يعني دايما بقول النتائج في البطولات بعد كده التصنيف. بعد كده مش حاطط في دماغك يعني، بالظبط، بس ان شاء الله يعني طبعا يعني ان ان شاء شاء الله الله نبقى انت نمر لسه واحد قريب المشوار ان شاء يعني، الله انت ان لسه في شاء الله الاول ووصلت يعني بدري ان الحمد شاء لله الله يعني. عايز اسالك حاجه، احنا الاسكواش عندنا في مصر الحمد لله احنا مصنفين يعني من اول 10 الرجال عندنا 6 مصريين، من السيدات عندنا 5 مصريين. انت شايف الاسكواش في مصر ناقصه ايه؟ حاليا مش ناقصه حاجه خالص، حاليا مش ناقصه حاجه خالص ما شاء الله يعني اللعيبه كلها، يمكن عامه البنات ما كانتش كده من 6 سنين مثلا ما كانوش كده خالص، كان 3 من 10 وده كانت حاجه ساعتها يعني الله يرحمها الدكتوره سميحه ابو المجد كان عضو مجلس اداره في الاتحاد، هي اللي خلت البنات ليها برضو احنا حته في عندنا اول الاسكواش. 3 توب 3 عندنا مصريين لا يعني يعني. هنا دلوقتي استحواذ كامل، بس هي الخوف بس هي في خلال 4 سنين هتبقى مصر فين في الاسكواش، ان احنا الناس كلها دلوقتي يعني بيبقى فيه طبعا اللي هو جامعات وسكولرشيب من امريكا، انا اتعرض عليا كتير الصراحه سكولرشيب من امريكا ومن جامعات على اعلى مستوى ويعني، فابتدى شويه جيلي كمان انا ملاحظها في جيلي وجيل الفوقيه وجيل التحتيه كلهم اغلبهم راحوا، ففي
خوف سنة، بس ان شاء الله يعني اللي طالع انت احسن يعني. متخوف ان الجيل الجديد ما يبقاش فيه نشوف ابطال زيكم كده يعني محتلين الموضوع العشرة هما الاوائل؟ بيروحوا يلعبوا سكواش هناك بتبع الجامعة وكده، ان هما بيجيبوهم يعني بيدرسوا ببلاش في مقابل ان هما مقابلهم بيلعبوا بقى. دوري تبع الجامعة محترفين يعني، بس الموضوع بيبقى تركيزا اكتر في التعليم، فكل الوقت بيبقى في التعليم اكتر من هنا طبعا. ايوه يعني دي حاجة انا بالنسبة لي بشكر فيها يعني سيادة الوزير، و يعني على الدعم الكبير ان انا قادر ان انا العب بسكواش مخليها نمره واحد، والتعليم برضو موجود معايا، بس اللي هو بحاول ابالانس ما بين الاثنين، بس بره مفيش كده. بره ما دخلت يعني بالظبط هتبقى تعليم، بعد هتبقى ما خدت سكولرشيب يبقى لازم بالظبط هتهتم كده، بالتعليم بالظبط وتلعب باسمنا يعني بتلعب باسمنا. كدوريات. فانت قلقان من كده انه والدوريات مش احسن حاجه، هي دي الدوريات مفيش تمارين زي اللي بنلاقيها في مصر، مفيش ما يعني مفيش المدربين دي، مفيش. احنا الحمد لله دلوقتي برازيل اللعبة فزي في بالظبط. الكورة، فالحمد لله يعني انت الفترة دي متخوف ان اللي جاي ما يبقاش زي الفترة ان احنا الريادة اللي احنا فيها دلوقتي بالظبط. يعني. يعني يمكن الناس كلها اغلب الناس تقول لك احنا اللعبة دي مثلا احنا محتكرينها، مفيش. لا عايزين طبعا نكمل كده، انت نفسك ان احنا يعني يا رب نكمل كده، يا رب خصوصا يعني. ان انت شايف ان في دعم من الوزارة، يعني طبعا الوزارة كرمتك. وكمان بقى قول لنا في 2019 لما اتكرمت بالوسام الرياضي الاول، وهو ده اعلى وسام رياضي في الدولة لا الحمد لله ومن والله سيادة دي الرئيس كانت يعني، فاكيد الموضوع دعم بالنسبة كبير. لك. احكي طبعا لنا اللحظات دي كانت عاملة ازاي وانت كمان يعني الكلام ده من سنة يعني من 3 سنين، فانت برضو كنت لسه صغير لا يعني. دعم كبير جدا صراحة. انا كمان ساعتها يعني انا كنتش عارف اعمل ايه، يعني انا ساعتها انا كنت عم بطلع في برامج بقول نفسي قابل ست راس، نفسي قابل ست راس. بعد كده جات لي انا ما عرفتش انام، ما عرفتش انام لمدة يومين ثلاثة، كانت لحظة كبيرة قوي بالنسبة لي. وانا ساعة ما دخلت كده وكان اللي هو انا هقابل ست الرئيس، يعني كان ساعتها منتخب سكوش بيتكرم، وكان اللي هو مش مصدق نفسي ان انا هقابله في حلم يعني بالظبط، يعني اللي قرب هو قوي. 10 متر كده. ف لا كان حاجه عظيمه قوي بالنسبه لي. ويعني فاكر حاجة الرئيس قالها لك ولا كان بيكلمكم كلكم؟ والله انا قلت له يعني انا ساعتها قلت له كلنا في ظهرك يا ريس، وهو ساعتها قال لي متشكر جدا متشكر جدا. بس احساس ويعني مختلف انك بتاخد اعلى وسام رياضي في البلد يعني في لا السن الصغير ده، لا اعتقد تقدير كبير جدا. يعني عمري ما احلم في حياتي اصلا ان انا كنت في يوم من الايام ان انا اقابل سيادة الرئيس، يعني ما عمرها ما في بالي ولا في بال ايوه عيلتي صراحة ان احنا في يوم من الايام يعني ممكن ابقى واخد وسام من سيادة الرئيس. يعني الحياة تستاهل يعني تكريم من الرئيس ومن الوزير ومن النادي ومن الناس الحقيقة يعني. الناس بتحبك جدا ودايما متابعاك ودايما بتبقى مستنيك، حتى انت كمان اشدت بالجماهير ان هي كانت في ظهرك دايما لا يعني. دايما الجماهير المصرية وكمان الاهلاوية دعم كبير جدا دايما في ظهري، كانوا في المول العرب ناس جايه من حتت كتير، وفي كان ساعتها وقت كمان ماتش الاهلي وبيراميدز، كان في ناس كانت يعني سايبه الماتش وجايه تتفرج. وجاية كان تتفرج. بالنسبه لي حدث كبير قوي، ودايما هم في ظهري من اول يوم، ودايما احنا عندنا قاعده في هما النادي. شايفين ان انت كمان تستاهل يا كابتن يعني، لا يعني مجتهد لا هم ورا، وموهوب هم يعني. ورا اللعيب في اي حاجه، واحنا دايما اسره واحده في النادي الاهلي كلنا، يعني مفيش اي تمييز ما بين اي لعبة، دايما اسرة واحدة، وهي دي الروح اللي بتطلع بطولات والحمد لله. من وجهة نظرك ليه الاسكواش لغاية دلوقتي مش لعبة أولمبية؟ والله عشان احنا مستحوذين بشكل كبير جدا على اللعبة اخر فترة احنا يعني مستحوذين عليها. اعتقد لما يبتدي شوية، وده اللي الاتحاد الدولي شويه بيحاول ان هو يبقى فيه ناس من بره شويه، وكان فيه دلوقتي عندنا بول كول، عندنا دييجو الياس من بيرو، واحد نيوزيلندي، عندنا يعني في دلوقتي ابتدت اسماء تطلع، وفي برضو خطر جاي من فرنسا كبير قوي، يعني في بتاع 5 6 في التوب 20، فخمسة في التوب 20، فالدنيا ابتدت اللي هو ابتدى يبقى فيه كلام، فهم لما يلاقوا كده هيبتدي بقى الموضوع. يعني يبتدي بقى الموضوع. هي لعبه صعبه جدا، السكواش لعبه صعبة جدا جوه ومجهود الملعب، رهيب يعني اه حقيقة. يعني انا بقعد ماتشات 127 دقيقة مع بول كول، وفي حاجات بتقعد يعني انا كسبان بول كول البطولتين اللي فاتوا دول في 85 دقيقة 3 اشواط بس، يعني لو وصل لخمسة احنا نقعد قد ايه يعني اطول من ماتش 90 دقيقة كورة ايوه فيعني لا وانت بنلعب كمان لوحدنا يعني. يعني هو كان والدك كمان بيقول الموضوع ده انه حتى الملعب نفسه بيبقى خلاص يعني لا الملعب محتاج. كمان يعني لو بنلعب خصوصا في الصيف في مصر او مثلا في حته تانية، في حته تانية ما بنلاقيش الرطوبه دي ساعات. يعني مثلا كان البطوله اللي هي بتاعت بطوله الثمانيه العظماء دي بتبقى قرعه، وكانت معموله 4 سنين في دبي، وبعدين كل شويه دوله بتستضيفها، فعلى حسب الدوله وحسب اجواء الدوله يعني. عايز اسالك على رايك في تجنيس محمد الشربجي واللعب بالعلم تحت العلم الانجليزي، رايك ايه في الموضوع ده؟
هو موضوع صعب جدا يعني بالنسبة لنا احنا كلنا وبالنسبة لمنتخب مصر كله. يعني يمكن محمد، يعني انا بالنسبة لي محمد مثل اعلى ليا كبير في الاسكواش، وهو يعني يمكن من اكتر اللعيبة المقربين ليا، هو وكريم عبد الجواد بطل عام 2016 في مصر هنا. يعني هو ساعدني بشكل كبير جدا وانا صغير، ودايما كان عايز نطلع عايز نشوف انت يعني شايف دايما رول موديل، فيعني بالظبط. فانا كنت اللي هو برضو بروح وشجعه في الجونة ولا طبعا هو شخصية جميلة جدا وشخصية محترمة جدا واسطورة، وهو طبعا لعب تحت العلم المصري وحقق بطولات كبيرة جدا وحقق ارقام. يمكن هو الوحيد المصري اللي حقق حاجة و50 شهر، 51 شهر نمرة واحد على العالم، حاجة كبيرة جدا. أيا كان القرار ايه، هو قرار صعب جدا بالنسبة لنا، واحنا زعلنا صدمة جدا بالنسبة لكم. صدمة جدا. هو محمد يمكن برضو عايش بقاله 16 سنة في انجلترا، فالموضوع كان بالنسبة لنا احنا كنا يعني عارفين خبر مهيئين بيه، يعني يمكن يعني قبل ما الناس كلها تعرف، بس مش حاسين بالموضوع. بس ايا كان قرروا ايه، ده حاجة يعني ترجع له هو مشاكله مع الاتحاد، ونخسرنا حاجة كبيرة قوي بقيمة وقامة يعني محمد الشرباجي، ونتمنى له كل التوفيق. ان شاء الله. انت حاليا يا كابتن حضرتك في الجامعة دلوقتي، شايف مستقبلك ايه بقى، يعني الدراسي والمهني؟ لا الحمد لله، والله يعني عارف ابالانس ما بينهم يعني، وطبعا يعني الحمد لله في ثالث سنة دلوقتي، ويعني ماشية بالزقة اهي، بس قربت خلاص وقربنا تخلص. يعني الجامعة يمكن بت يعني في شوية يعني كده تقدير شوية ان انت رياضي، فيعني يعني في، والصراحة يعني ما كانتش الأكاديمية كنت متوقع منها أحسن من كده، الأكاديمية العربية يعني. بس يعني ما اعتقدش انا لقيت التقدير ده موجود، يعني عندي مشاكل حاليا معاهم الصراحة. ممكن ما طلعتش قلت كده، بس لما حضرتك قلتي الأسئلة دي ما لقيتش، يعني يمكن وزير الشباب مدعمني بشكل كبير جدا، وصراحة حاول مع الجامعة بشكل كبير جدا مع دكتور اسماعيل عبد الغفار. بس في شوية تنازل، قصدك flexibility ان انت رياضي ووقتك برضو مش ملكك؟ يمكن يعني يمكن، بس المفروض ان الامور تتاخد احسن من كده. يمكن انا ما كانش ليا الشرف ان انا اقابل الدكتور اسماعيل، بس يعني مش عارف. بص محتاجين يا رجع، شوية مرونة منهم شوية، لان احنا معانا بطل عالمي ودلوقتي المصنف رقم 3، فاحنا عايزين شوية مرونة معاه بالظبط يعني. يعني بالظبط يعني ممكن ما يعني لقيتها في اول سنة، وبعد كده في تاني سنة الموضوع كان صعب جدا، ان انا برضو بلعب 14 بطولة في السنة، بالظبط. وانت موضوع صعب عليهم وصعب عليا. بس يعني المفروض ان هو يكون في احسن من كده. وطبعا وزير الشباب يعني انا كنت لسه قاعد بكره معاه، وكان في دعم كان كبير دعم طبعا. كبير قوي، دعم كبير قوي، وهو يعني فاهم في لعبة الاسكواش كمان، وكان بيقول لي على اخطائي ان انا اعملها في الملعب وكده دي احسن وازاي حاجة يعني، تحسن. لا لا ما متكرم شاء الله وكمان الصراحة، معاك الوزير يعني بيدعمك يعني. فكانت حاجة جميلة جدا. بس يعني ان ان شاء شاء الله الله اللي جاي ان احسن شاء يا الله. كابتن. بنشكرك على وجودك معانا على يلا كورة، تشرفنا بيك ونورتنا، ونتمنى لك دايما النجاح ومزيد من الألقاب ومزيد من البطولات. ميرسي جدا على دعمكم الكبير ده، وشرفتوني النهارده، يعني يمكن تغطية عظيمة جدا للسكواش، وميرسي جدا وشرفتوني يعني. ان شاء الله نشوفك في بطولات، ان شاء الله ويعني ان شاء الله في نجاحات اكتر. ان شاء الله. ميرسي جدا. نشكركم متابعينا على لقاء النهارده، ودايما خليكم معانا على يلا كورة، لقاءات جديدة.